ما انعرضت شركة شنغهاي الصينية على حكومة البصرة المحلية إنشاء أول محطة بحرية في قضاء الفاو لتوليد الكهرباء وإنتاج الماء الصالح للشرب، تباينت آراء المراقبين والمتابعين للشأن المحلي حول إمكانية تنفيذ المشروع في ظل الصراعات الحزبية القائمة وتأخر الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات البصرة من واردات البترودولار والتي ستعتمد عليها المحافظة في تمويل المشروع. أعتقد أنه اليوم هذا المشروع ينجز في حالتين. الحالة الأولى إذا صار تصالح إقليمي، بما أنه اليوم هو المشروع الصيني، ونعرف إحنا النفوذ الأمريكي في العراق أكيد مؤثر، هذا واحد على القرار السياسي. والحالة الأخرى إذا أبعد ملف الفساد والكومشنات عن هذا المشروع أيضا من الممكن أن يحدث. المشروع على وضع الحالي صعب يحدث. لا نستطيع تأكيد أنه هناك جدية في هذا الموضوع، سيما أنه محافظة البصرة يعني بذمة الحكومة الاتحادية رقم كبير من الأموال، لربما يصل إلى أكثر من 15 تريليون أو 20 تريليون، يعني هذه الأرقام تعرفها الحكومة المحلية والمختصين بهذا الشأن. وفيما نفت الحكومة المحلية وجود ردود أفعال مناهضة للمشروع، أكدت أن هناك اختلاف بوجهات النظر بين اختيار العرض الصيني أو الركون إلى ما قدمته الحكومة الاتحادية من مشروع مماثل ممول بقرض بريطاني، والذي سبق وأن رفضته حكومة البصرة لأسباب فنية ومالية. هذا الموضوع غير خاضع للمزايدات، وماكو ردود أفعال حكومية. يعني احنا اليوم حكومة واحدة، يعني حكومة اتحادية والحكومة المحلية، هم عملهم يصب بمصلحة العراق، فبالنتيجة ماكو أي تقاطع لا بين الحكومة الاتحادية ولا الحكومة. أكو وجهات نظر، قد نختلف بوجهات النظر لكن نتفق بخدمة شعبنا. ويعتبر المشروع الذي تقدمت به الشركة الصينية من المشاريع الحيوية بإنتاج للطاقة الكهربائية يصل إلى 3000 ميجاواط، بالإضافة إلى 1,200,000 متر مكعب في الثانية من الماء الصالح للشرب، ما يغطي احتياج 4 ملايين نسمة. على الرغم من التحديات التي واجهت المشروع منذ بدايته، لكنه في حال إكماله فإنه سيسد الحاجة الفعلية ل4 ملايين بصري من الماء والكهرباء. أثير العبادي، وان نيوز، مدينة البصرة.